العقوبات على روسيا تسبب المزيد من الضرر لتلك الدول التي تفرضها، يريدون إلحاق الهزيمة بنا، إذن فليحاولوا. هكذا قالها بوتين، مؤكدا أن العقوبات تسبب للغرب ضررا كبيرا. فهل هي كذلك فعلا في حين تشتعل الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو واستفزاز أمريكي كي يخرج بوتين سلاحا حديثا، بينما هددت روسيا ليتوانيا بإجراءات قاسية؟ فهل تكون التالية بعد أوكرانيا والمقاتلون الأجانب تتناقص أعدادهم في أوكرانيا؟ فكيف ذلك؟ أمريكا تتملق للصين، فهل تستميل واشنطن بكين؟ حزمة أمريكية جديدة من المساعدات لأوكرانيا، وطوفان بشري يجبر رئيس سريلانكا على الهروب، هل السبب بوتين؟ ولماذا؟ زلة جديدة لبايدن، فهل أصبحت الزلات عادة لديه؟ واشنطن تستفزنا، هكذا قالتها إيران، فكيف سيرد الإيرانيون على هذا الاستفزاز؟ وبريطانيا تجهز 10,000 مقاتل أوكراني، فلما كل هذا؟ هذا يا أبناء إليزابيث. بوتين المتحدي. قالها بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، قيود العقوبات على روسيا تسبب المزيد من الضرر لتلك الدول التي تفرضها. هناك أكد الرئيس الروسي أن بلاده لم تبدأ بعد الأمور الجدية في أوكرانيا، فماذا لو بدأ بوتين بجديته يا سادة؟ بوتين يضيف: نسمع أنهم يريدون أن يلحقوا بنا الهزيمة في ساحة المعركة. ماذا نقول؟ فليحاولوا، ويا له من تحد قد لا يستطيع الغرب الرد عليه. في غضون ذلك تدور حرب باردة بين واشنطن وموسكو، فوزير الخارجية الأمريكي بلينكن يقول إن روسيا كانت معزولة في قمة العشرين. لترد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخروفا إن بلينكن يختلق قصصا غير منطقية عن عزلة روسيا، وأضافت: أنت سيد بلينكن دفعت نفسك إلى العزلة الذاتية، ومن أجل تبرير فشلك تختلق القصص. ولفتت زاخروفا إلى أن ما يهم الغرب اليوم ليس الأزمة الغذائية العالمية ولا الهجرة ولا الطاقة، وإنما يهمه تنفيذ المقاطعة بأي ثمن كان، حتى لو تسبب ذلك بسخرية الجميع. فكيف سترد أمريكا بعد هذا؟ استفزاز أمريكي لبوتين. الولايات المتحدة الأمريكية ترسل معدات عسكرية نوعية إلى أوكرانيا، وتتقدم تلك المساعدات راجمات هاي مارس التي يقول عنها خبراء عسكريون إنه لا يمكن لأي نوع من الأنظمة الدفاعية الروسية اعتراضها. وتعهدت كييف أنها لن تستخدم الصواريخ لضرب أهداف داخل روسيا. عسكريون أمريكيون، هاي مارس تحقق التفوق لأوكرانيا، لماذا كل هذا التحرش بموسكو أيها الأمريكان؟ واشنطن أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا ب$400 مليون من بينها 4 أنظمة راجمات هاي مارس. الأمريكيون يستفزون بوتين ليخرج أسلحة حديثة، فهل يفعلها بوتين؟ بايدن يتودد للعرب. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيسافر للشرق الأوسط الأسبوع القادم لبدء فصل جديد وواعد للدور الأمريكي في المنطقة. وأكد بايدن أن السعودية شريك استراتيجي منذ 80 عاما، وأضاف: أنهينا مهمتنا في العراق وقضينا على تنظيم الدولة في سوريا. لكن ماذا كانت مهمتكم في العراق يا بايدن؟ قتل أكثر من 1 مليون عراقي؟ من جانب آخر، قال وزير الاستخبارات الإيرانية إسماعيل خطيب إن زيارة بايدن تعني عودة أمريكا رسميا إلى المنطقة بمركزية الكيان الصهيوني بعد فشل كافة مخططاتهم ضد إيران. بينما قالت الخارجية الإيرانية إن فكرة دمج الدفاعات الإسرائيلية مع الدول العربية استفزازية لنا وتهدد أمننا القومي وللأمن الإقليمي. وأضافت الخارجية الإيرانية أن أمريكا لا تعرف حقيقة المنطقة وتعمل فقط على شيطنة طهران وبث الخلاف بين دول المنطقة. تناقص فيلق الأجانب.
أوروبا لن تترك أوكرانيا لوحدها، لكن الحرب ليست حرب الناتو، موقف ثابت لم يتغير منذ يوم الحرب الأول. أما زيلينسكي فلم يقف متفرجا وطلب الدعم من الأوروبيين بعد أن طلب بالأسلحة من حكوماتهم. نداء زيلينسكي أقنع الآلاف الذين قدموا من مختلف دول العالم ليشكلوا بذلك الفيلق الأجنبي في أوكرانيا الذي بلغ تعداده بداية الحرب 50,000 مقاتل. على الأرض لم يكن دخول أوكرانيا مثل تركها، أما واقع المعارك فقد أنسى المقاتلين الأجانب في حرب العراق وسنوات الجحيم الأفغاني. أكثر المقاتلين في الفيلق هم أمريكيون وبريطانيون يمتلكون خبرة تمتد لسنوات في الحروب، إلا أنهم ولأول مرة يقعون في الجانب الأضعف ولأول مرة يقاتلون دون غطاء جوي. وبحسب التقارير فموسكو تستهدف مواقع الفيلق أكثر من غيرها، فهل ينسحب الأجانب من هذه الحرب؟ طوفان سريلانكا. طوفان بشري يغزو عاصمة سريلانكا بعشرات الآلاف من السريلانكيين رجوا إلى العاصمة كولومبو واخترقوا الحواجز ودخلوا المجمع الرئاسي يطالبون بتنحية الرئيس غوتابايا راجابكسا لتسببه في الأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ أكثر من 70 عاما. المئات من المحتجين احتلوا القصر الرئاسي بعد حصاره، ما اضطر الرئيس للهرب حتى أنهم وصلوا إلى غرف نوم غوتابايا الذي يقال إن إنه يختبئ في قاعدة عسكرية سرية. الأزمة السياسية والاقتصادية متجذرة في سريلانكا، لكنها تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. هكذا هرب رئيس سريلانكا ونجا بنفسه بالعودة للمحتجين، فهم لم يكتفوا بل اقتحموا منزل رئيس الوزراء وأضرموا النار فيه. نعم، لقد تم حرق منزله. إلى العجب، إذا كانت هذه الثورة بسبب النفط فمن أين لهم الوقود؟ لكن ما يجدر قوله إن الغضب الشعبي هدأ بعد موافقة الرئيس ورئيس الوزراء على الاستقالة. واشنطن وبكين. اجتماع أمريكي صيني في منتجع جزيرة بالي لخفض التوتر. بلينكين يقول لا بديل عن الدبلوماسية مع بكين، ليرد وزير الخارجية الصيني إن على الصين وأمريكا العمل معا لتخفيف التوتر بينهما داعيا إلى الاحترام المتبادل. خلال ذلك ظهر مدنيون تايوانيون وهم يتدربون على السلاح استعدادا لحرب صينية محتملة. ألا يذكركم هذا بشيء؟ هل تتذكرون السيناريوهات والتدريبات الأوكرانية استعدادا لحرب روسيا؟ أليست التدريبات التايوانية شبيهة بتدريبات الجيش الأوكراني قبل الغزو بأيام؟ ما الذي يلوح في الأفق؟ هل تخدر الصين أمريكا بالتصريحات لتشن حربها على تايوان؟ الأحداث والتطورات. قال حاكم منطقة دونتسك متوجها بحديثه إلى سكان مدينة سلوفيانسك نصيحة الكبرى: ارحلوا، لم يمر يوم منذ أسبوع من دون قصف. روسيا تهدد مجددا برد قوي بشأن كالينينغراد. انذرت وزارة الخارجية الروسية ليتوانيا من أنه إذا ظلت الأمور على حالها ولم تحل مسألة العبور إلى كالينينغراد بسرعة فإن موسكو سوف تتخذ إجراءات قاسية ضدها والاتحاد الأوروبي. الرئيس الأوكراني: روسيا فقدت نفوذها في الاتحاد الأوروبي. قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن حكومته تدرب 10,000 جندي أوكراني على القتال ضمن برنامج نظمته الحكومة البريطانية. زيلينسكي: الأسلحة الحديثة والقوية فقط هي ما تستطيع وقف روسيا. بعبارة كرر السطر، زلة لسان جديدة لبايدن. الرئيس الأمريكي قرأ التعليمات الموجهة إليه على شاشة باعتبارها ضمن نص الخطاب، ولم يستوعب أنها إشارة إليه كي يكرر السطر الأخير مرة أخرى. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقول في اتصال مع نظيره السوري بشار الأسد إن إيران وسوريا تقفان في جبهة مشتركة. بوتين يظهر بقوة كعادته في المصارعة، وأمريكا تتجه لاستمالة الصين، وإيران تحذر من وصاية أمريكية على الشرق الأوسط في حين اكتظت سريلانكا بالمحتجين وهرب رئيسها. العالم أجمع على صفيح ساخن، وليست سريلانكا وحدها يا سادة، فإلى أين المفر؟